شحال عندك ديال الوليدات رحمه؟ ثلاثه ديال فيهم عندها 10 سنين. باقيين صغارين. والزوج ديالك عندك؟ مريض بالقلب. باش مريض؟ بالقلب. بالقلب كان خدام بالليل. دونك انت اللي خدامه دابا؟ يدير الله الخير ان شاء الله. يدير الله الخير ان شاء الله بيك. وانا فاش خدامه؟ ما كنقدر غير عند الناس، عندي 3 ايام في السيمانه. يعني ما كافيه بوالو. ان شاء الله يكون خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مشاهدي قناه شوف تيفي، معكم بث مباشر من مدينه الدار البيضاء. احنا اليوم مع رحمه. رحمه اللي جات كتشكي وكتعاود لنا على قمه الماساه والمعاناه اللي كتعيشها. رحمه كانت مهم كانت عايشه في ظروف اللي هي عاديه، لا هي عندها ولا هي ما عندهاش، ولكن حمد الله وشكره. وكيف ما كنعرفوا جميعا انه كورونا تسبب بمجموعه من الازمات، بزاف ديال الناس تشردوا، بزاف ديال الناس خرجوا من خدامهم، بزاف ديال الناس تازموا ازمه كبيره، والحدود الساعه مازال تعانيو. رحمه المشكل ديالها انها ساكنه في واحد البريريكه، ياك رحمه؟ ساكنه فيها مده طويله، كتخلص لي كل عام، ولكن مع كورونا وهي اللي خدامه بوحدها، وهي المعيل الاول للاسره ديالها، الزوج ديالها مريض، خدامه فامد ميناج، يعني هذاك الشيء اللي غادي تجيبو راه ما غاديش يكفيها حتى في الماكله اللي ليها، ولا لدوك ثلاثه الوليدات، ولا داك الراجل اللي مريض بالقلب خاصها تصرف عليه وتشري ليه دواه. تفاجات باللي مول الدار ولا تيقول لها الا ما خرجتيش غادي نجي نريب البراكه فوق راسك، وغادي نحيد لها القصدير، وكيقول لها غنلوح لك حوايجك في الزنقه، وما خاف يا اعظم. التفاصيل غنعرفهم معاك رحمه. شحال عندك من عام بعد رحمه؟ 42. فقره مسكين وكل شيء، ولكن المصاريف مضوبله. حنا عارفين انه الاطفال ذوي احادي الصبغه كتكون عندهم مشاكل كثيره، عندهم نطق في التكلم، نطق في الحركه، خاصهم مدرسه بوحدهم، خاصهم اهتمام بوحدهم، وانت مغلوبه على امرك. الا ما خدمتش انا ما غاديش نتوما، حيت نبرك معاهم وهم تلقى معاهم، تلقى الوليدات داربينهم، تلقاهم حتى تنقعدوا في الزيطه بوحدهم. عندي يا رب، ربي اللي عليك، وانا ارجع لسبعة، نتمنى من المحسنين اللي شافي، انا امي اللي ما عندهاش، يحمي الله، يعني ما عندكش رحمه شي بديل اخر انك ديريه، يعني لو كان مجهدك انك تخدمي خدمه اخرى، ولا راجلك يخدم؟ راجلي ما بغيتش يخدم، راه كنخدم بالليل، طاحت الخدمه، جات الخدمه، قلبي اللي صافي ما بغيتش. أنا راه مقرف نخدم، ولكن أنا كان عندي هشاشة ما عندك هشاشة العظام؟ عندك مصاريف كثيرة؟ عندي مصاريف بزاف، الدواء ديال الراجل خاصو الدواء، وكيلي خاصو الدواء، وأنا ما كناخدش الدواء ديالي. دابا أنت كتخرجي تخدمي من 8 الصباح، ودابا خرجتي بكري غير باش نتلاقى معاكم، هما بعض المرات كيسالوا الساعة. ايوا كنتمناو من الله سبحانه وتعالى ومن الناس اللي تشوفونا والمسؤولين وكذا اللي كانوا محسنين، سواء كانوا داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن، يقدموا الرحمه يد المساعده، لانها في حاجه ماسه. اذا نقدتوا رحمه ما تنقدوهاش بوحدها، عندها ولد من احادي الصبغيه، عندها في توحد، كنعرفوا خاصو مراقبه خاصه وخاصو اهتمام خاص، بالاضافه الى انه الزوج ديالها مريض وهي مريضه، فلا حول لهم ولا قوة. وكنتمناهم الله سبحانه وتعالى أن نداءها ما يمشيش هكاك باطل، وتلقى يد المعاونة، والمغاربة كرامين. راه التليفون ديالها كاين في البث المباشر، واللي بغى يتواصل معها راه رقمها كاين. وشكرا لكم.